الحب القديم لما بيظهر فجأة أكيد الذكريات بترجع معاه. هو أنت متخيل إن مراتك هتسيب الذكريات ترجع؟ ده بقى اللي هنشوفه في الحلقة دي. اتفضلوا. سوري احنا عاسفين. ازيك؟ ثانية. اتفضل. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. حبيبتي خمرة بدك تطلب أنا؟ نعم. عشان تزيد. حاضر يا فندم. نعم؟ ما قلت لك تبعتي لها السوبر ماركت تشتري غيار؟ حاضر يا فندم. حاضر. إلي ربع ساعة بطلب نص الساعة. ليه أصلاً الجو مطر برا؟ دقيقة واحدة. لا أنا مريضة ما بنطر كتير. يلا. حاضر يا فندم. استعجلي شوي. سوري الدنيا عم تشتي برا عن جد ولا هي عم تكرتوا ولا؟ لا ما بتكذبش. انتو كيف جيتوا؟ نعم؟ كيف جيتوا؟ معكم سيارة ولا ماشي؟ معي سيارة. روح انت على السوبر ماركت جيب لي غراتي مالي؟ نعم؟ روح انت على السوبر ماركت جيب لي غراتي. اجيب لك حاجتك من السوبر ماركت؟ مش تبعتيها؟ تختو؟ خطيبتو. خاطبين؟ اه. دقلكم؟ بعد لنا 6 شهور. خلص ما زقتم بعض؟ ليه بس كده؟ لا ما زقناش لسه. هذا بدأ خاطب 6 شهور خلاص كنت تزوجوا؟ ان شاء الله. ليه عن جد؟ يلا بقى بنحب بعض وكده. تحبها؟ لا كده غصب عني اكيد بحبها. بيقولوا اهلك غاصبينك. لا لا اهلي ما كانوش يعرفوها. يعني حضرتك مش قادره تستحمليها واحنا مستحملينك من الصبح؟ انا شايفك عماله تلتقط يعني في الليل. مش عارف مش عارف التقط. اتفضل يا فندم. سنة طفان بعد اذا بدك تضحكي ما تعرف كم بدك تضحكي بدري في حدا يضحك. اوكي هلو ازيك؟ ايه الاخبار؟ كله حلو؟ اسمك ايه؟ اسلام. اهلا يا اسلام. عندك كم سنة؟ انا 24. متجوز؟ لا خالص. نخاف عن حب؟ اه. بقالك قد ايه؟ بقالي 6 شهور. 6 شهور. اسمها ايه؟ اسمها هدير هشام. طيب بص يا اسلام هقول لك على حاجة. انا مش دكتورة ودي عيادة المفروض بالنسبة لخطيبتك ان هي عيادة تجميل، بس ده برنامج مقلب وهيتعرض في رمضان، فاحنا عايزين نضحك على خطيبتك ونفهمها ان في حاجه ما بيني وما بينك حصلت قبل كده زمان او كان في حاجه حب او حاجه. يلا خلاص جو انت بقى. خلاص يلا روح لها بقى. روما؟ روما روز اي حاجه بقى تعجبك تيجي على بالك. ايه ده؟ هدخلكوا. طيب اتفضلي. ايه اخبار؟ عامله ايه؟ كويسه؟ الحمد لله. اسلام روما. اسلام عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. فرصه سعيده قوي. انا اسعد. اتفضلي. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله. دكتوره بسم الله ما شاء الله. ربنا يخليك. ايه في الايام المدرسه حلميه بقى وعين شمس وحركات؟ ايه يا اخي ده والله ليك وحشه وحيت ربنا. والله انت تمام. ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟ الحمد لله كل سنة. اه انا عارف اسلام من زمان قوي. كنا بناخد درس مع استاذ فتحي شرقاوي. ايوه فتحي شرقاوي. اه انا كنت في مدرسه الحلميه بنات قدام مدرسته على كده. اه انت عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله يمكن اختفيتي مره واحده كده. كله كويس؟ الحمد لله. اه والله الظروف بتاعت الشغل وكده بس انت
مدرسه زينب دي طلعتك خسستك صح. ولا ايه؟ شوف انا بقيت دكتوره وانت كده خطبت في الاخر. معلش بقى. انت هتتجوز قريب؟ ان شاء الله. طب والله العظيم ثلاثه انا يعني مش قادره اقول لك انا فكرت قد ايه لما شفتك. فاكر الشعر اللي كنت كاتبه لك على الحب الاول؟ بتاع ايه؟ ابيض. لا هو انا برضه حب زمان حب الطفوله ده ما حدش يقدر ي... اوكي فهمتيني بقى. طب خلاص تعالي تعالي اقول لك على حاجه. انا عمل لها بخور. تعالي اعمل لك بخار في وشك واظبطك كده يمكن تتجوزي ولا حاجه. ايه تعالي. بس يعني كده. طب قول لي يعني اتريت يعني انت بقالك 8 شهور والله انا عزمت كل الناس اللي عندي يعني عزمتهم على ايه؟ على الوقت فالاقامه عزمتهم على ايه؟ انا كنت هاجي كنت بعمل ايه؟ اسف اتضايق لا بركز وشك معك وشك بايظ خالص بايظ مش صح بس انا هظبط لك الدنيا انت مش مهتمه بنفسك على فكره. معلش دايما كنت بقول يا كوكو احنا صغيرين لحد لما كنت اشوفه في الحفله قاعد اقول له يا كوكو. الناس كلها كانت بتحب مني الكلمه دي طول عمري بحب اتدلع. استني غمضي بقى غمضي رنا. يا رنا. نعم يا دكتور. لا انت لازم تقولي العكس كده عشان وشك اصلا انت العصبيه اللي انت فيها دي يعني بوظلك وشك. ايه ده يا ابني ده؟ طب يعني حتى انت كنت طول عمرك بتحب البنات الغريبه دي. شفتي بقى النصيبه؟ لا انت اسود عليك ان شاء الله. هو ايه الاسود؟ اللي ده لابس زيتي مش اسود. زيتي بس انت طول عمرك بتحب اللون الابيض. طول عمري كنت. طب ممكن لو سمحتي ترجعي لورا عشان اعرف اشتغل. ما قلتلهاش على اي حاجه تخصنا يعني ما حكيتلهاش عن ايام بقى فتحي الشرقيه. لا هو الصراحه ما حكيليش. وين الدكتوره؟ خليكي هي لابسه خالص. لا انا كنت مركزه. لا انا كده مش مصدقه. اكيد تحط لي ليزر هيك على وشي كل الماشينات عندها منزوعه بقت موت العالم. شو جايبي حدا جديد كمان انت موتي؟ انت مجنون شعرك دي ايه ليزر هيدا اللي عملتي لي اياه؟ بدك يخرب لك بيتك انت شو اللي عامل بربك؟ انت هبله ولا جايه بقى؟ هبله ولا شو مين عامل لك انت جايه من انت كده وشك هيبوظ يا حبيبتي. اقعدي. او ماي جاد شو عامله بالبنت؟ يا حبيبتي بعمل لك ايه؟ انت بتعملي ايه؟ شو عامله بالبنت؟ يا احمد انت مش طبيعيه. انا هسكر لك اياها هيك كلينيك. انت على فكره مش طبيعيه وانا عارفه ان انت جايه من بلوكي. لا بليز ما تكوني هالقد رايقه حبيبتي. انا بشتغل وشي حبيبتي. لا وشي يعني وشك مفيش حاجه شايفه عشان لا واثق بمين انت؟ لانه بتحبها واثق فيها بتكون هيدي حبتك. هي كل ما بيجي واحد بتحبه انت عايزه تجنيني اكلمك مصري جاي استفهمي؟ والله بص عملت فيكي ايه؟ انت مجنونه؟ انت لسه بتكلمي معانا؟ يا ماما مفيش حاجه في وشك. انا عايزه اشيل يا حبيبتي. انا مش بقعدش ده بيعمل كلابوش بشرة. لا انا عايزه اشيل الوش. امتصوا خلاص وشك امتصوا دلوقتي احط لك كريم. لا انا مش عايزه احط. ارتاحي. لا مش هحط مش هرتاح. اسلام هو مالي اسلام بالموضوع؟ انا دلوقتي لا ما تكلمنيش كده. لا اكلمك كده بص على ايه؟ خلاص امشي في وشك كده. روح بقى شوف بقى. لا انت مش دكتوره. انت مش دكتوره. لا تكلميني يا عيد اللي انا ما تمديش ايدك. ما تمديش ايدك. انا بكلمك والله يا اسلام حرام اللي هي بتعمله ده. بتتكلم كده ليه؟ انت بتجوز مامي. انا حققتلك هون حققتلك هون. انا انا مش شايله حاجه بقى. انا عايزه ابوظ لك وشك. مش دي خطيبتك؟ انا هبوظ لها وشك. شفتي؟ بجد والله. بجد والله باظ خلاص. بجد؟ بعد اللي انت عملته فيا لحد النهارده ما اتجوزتش عشان انت بقى شايله. انت 8 شهور ما بتكلمنيش. شوف بقى انت. معلش. بعد كل اللي عملته فيا زمان؟ ما هو كلكم كده بتتلموا في الاخر. معلش. طب ماشي ما تشوف بقى مين هلا انت جاي تحبي قومي شوفي لنا وشنا. اسلام. قومي البنت هلا بالزر فيها مثلي. قومي في الزر. هتفضل عامل كده كتير؟ انا مش عارف. انت مستفز على فكره. خليها تسكت. هو المستفز. لا انا جاي عبالي اختك خبطه. اقتلك فيها. انا عن جد بفكر اقتلك فيها. تعالي لو سمحت. ايه؟ اوعي كده. نو واي. لا انا بتكلم معاكي. ما تمديش ايدك. ما تمديش ايدك. انا بتكلم معاكي. تعالى. لا ما شايفه حدا؟ هي عيادة شو؟ مش فاهماكي. لو سمحتي سيبينا نتكلم معاكي. لا لو سمحتي مش هنحتاج نتكلم مع بعض. اسلام. طب ليه ما هيقفوا معاكي؟ انت ساكت يعني؟ انت هتشليني على انتي فاهمه غلط. ثانيه انتي فاهمه غلط. انا بس احب افهمك. نعم. انا احب افهمك بس انا احب افهمك. انا خطيبته يعني ده انت انا حبيبته. ايه حبيبتي يعني؟ ما انا بقولك انتي كنتي خلاص في الماضي وترميتي خلاص. احنا كان بيكلمني لحد من 8 شهور. اوكي لغايه قبل ما احنا نتخطب. اول ما اتخطبنا قطع معاكي.
ايدك بس لو سمحت ايدك بس. ايه بس انت كده؟ لا لا ايدك بس كده. بصي يا اسلام دلوقتي انا عايشة في مكان دلوقتي انت عمك وشها انا محتاجه دلوقتي انا جنبك انت كتيري اه الله اعلم ايه اللي ممكن يكون بيحصل من الكريم ده انا ما اعرفش اصلا وشها عامل كده ليه. والله انا ما اعرفش. انت مش طبيعي انت مش طبيعي انت دكتوره انت هيك عملتي بوجهي انا اتخنقت منكم والله العظيم اتخنقت مش عارفه انت اللي اتخنقت مننا وينك انت بالذات بقى انت هتشيلي مش هتشيلي لا هتشيلي مش شايله لا هتشيلي مش هتشيلي ايه انا بوضح انا مجنونه ربنا يخلي بالك لو استحت الاول منك هجيبك من شعرك بقى ولا ايه تشوفي ان انا مجنونه ما تقدريش يا حبيبتي ما تقدريش اوعي طب اسلام سيبني كده اتضرب طب ما تنفذنيش ابعدي عني مش هشيل لا هتشيل انا عايزه وشك يخرب قبل لا هتشيل بيقول لي هتجوزيني بقى وشك جميل انت زيها انك دكتوره ايه رايك هو هيتجوز لا هيتجوز والله انا هخليه يتجوز هيتجوز انت متشوقه طب وريني ازاي بقى على فكره بقى الكريم ده هيعمل لك بصي هو انا حطيته لها قبل كده هو انا هعرفش هو في ايه وريني هتعملي ايه لو ايه معاها واحد مش سال عنها عارفه الميه عارفه الميه شربي حبه ميه دلوقتي كده وبلعي ريقك وقولي الحمد لله اللي حصل لي كده بس لان انا ما اقدرش اعمل لك اي حاجه حبيبتي تعملوا ايه بقى سجني يا قمر شوف بقى ما حطيت ده يعني انا ما اعرفش اعمل حاجه ما هو وشها هو اللي عامل لما تجري حبيبتي شايفه وشها عامل ازاي وايه المنظر ده اصلا انت مخطوبالها دي ايه دي منظر اساسا كل وشها مفحر من غير حاجه كان بايظ اصلا انت وشك يا ماليش حاجه بقول لك ايه فكك من انت عماله تعمليش انت شكلك مجنون اصلا اه حاضر اه سيبني انا عايزه اوريكي الجنان ما تمديش ايدك احب اوريكي الجنان اه وريني طب اوريهولي طيب شيلي الاسم مش هشيله لا هتشيله مش هشيله طب هنشوف بقى كلام مين هنشوف كلام مين وريني بقى هتعملي ايه بقول لك وشك هيبقى زيها كده هيتجوزك ازاي هيتجوزك على ايه انا نفسك ده هيتجوز والله ما انت هتتجوز واحده متشوهه طب خلاص هو قال لك تق ايه رايك وريني بقى تتجوزيه ازاي انا اخد الدبنة انا بقى دي ما هي لايقه عليكي الله لا انت مش دكتوره ايه ده دي دبنة ده خاتم انت مش دكتوره ده هتبقى واسع عليا طب بقول لك ايه ما تجرب لا انت مش دكتوره اكيد ثاني واسع حطها فين ماشي انا خلصتوا انا ممكن تشيليه خلاص خلاص يلا اتفضلي بره بقى شيليني اللي في مش هشيل مش طالعه بره لما تشيليني انا شوهتك وخدته كمان مش انت خدتي معايا عند بعين وريني بقى اخدت العند بتاعك ايه ما تمديش ايدي لا همدها لا عاجبك كده عارفه كده لا عاجبك انا ما تمديش ايدك بقول لك ما تمديش ايدك احسن لك ايوه دافع عني انت فاهم ايه ده عمرك حمش ايه ده وريني وريني هتعملي ايه؟ يلا اتفضلي بره انا مش طالعه بره انا مش عايزاكي هنا في العياده عندي وانا قاعده هتردك بره اهي بجد والله انت وريني اتفضل اقعد انت العياده من هنا والعياده بتاعتك اتفضل مش انت كده كده ما كملتش سيبك من الدراسه خلاص يلا حبيبتي لا انت مش ضيعه انت مش بني خليكي بقى خليكم مع بعض يا جهاز بني ادم يا رنا انا من هنا ورايا كده انا شفت كلامك رنا انت شوهتيها وخدتي خطيبها انت مجرمه بقولك ايه رنا نعم من فضلك يا حبيبتي ده انا من عين شمسي يا حبيبتي انت ما تعرفينيش كيف حالك لو سمحت من هنا ورايح مستر اسلام هو المسؤول عن كل حاجه هو الجي ام تمام في اي وقت طلع لي بقى الاستاذه دي من هنا يلا بره اتفضلي يا استاذه معانا دي كده اتفضلي يا استاذ اتفضلي وخرج الاستاذه دي كده تتقابل بالاسم يا شاطر ان شاء الله تاخدي خطيبها وتشوفي ايه ده بنت حرام يلا انت ممكن تقعدي تخرفي خلاص انت ماشيه وسابه بقول لك ايه انت ماشيه وسابه انت يا حلوه تعالي كده تعالي اعمل لك وشك وخلاص بقى قبل ما تمشي عشان حرام مركز ذنب بجد والله انت سبت عليكي انت سبت علينا قوي بصراحه واحنا بنعمل فيك المزاد ده سبت علينا قوي وخايفه على نفسك وعلى خطيبك تعياتي يا روحي تعياتيش منظر والله يا زهر عادي وشي مفيهوش اي حاجه تعالى هنا رجع لها الدنيا اعتذر بقى خلاص بصي انا اسفه ما انت قمر ولا هيبص لي ولا هيبص لها ولا هيبص لحد انت قمر فعلا بصي
القمر بيعيط يا جماعه. دكتوره شريره مستفزه. انا اسفه دي دكتوره شريره مستفزه قوي. معلش لو انت برضه مستفزه جدا. انا عملت ايه؟ طب بصي احنا احنا عايزين دلوقتي ناخد منك الموافقه ان احنا نعمل البرنامج ده في رمضان انا ونانيتا. ماشي موافقه.